يفتح المتحف المصري الكبير أبوابه أمام الجمهور لبدء التشغيل التجريبي لأجزاء جديدة بالمتحف تشمل 12 قاعة عرض رئيسية للمرة الأولى. هذا وقد حصل مشروع المتحف المصري الكبير على الشهادة الدولية Age Advance للمباني الخضراء والمعتمدة من مؤسسة التمويل الدولية، أحد مؤسسات مجموعة البنك الدولي، كأول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط. من الأهرامات إلى أيقونة متاحف العالم، هذا الصرح العملاق الذي يجمع بين حضارة وعراقة الماضي وإبداع وتميز الحاضر والمستقبل. المتحف المصري الكبير، انبهار وفخر وإعجاب، مشاعر مختلطة تتملك الزائر بمجرد أن تخطو أقدامه ساحة المتحف الكبير، مروراً بالمسلة المعلقة والتي تظهر بداخلها لأول مرة خرطوش الملك رمسيس الثاني، أول المستقبلين للزوار بساحة البهو العظيم. حينها يتوقف الزمن للحظات ويعود بالزائر إلى آلاف السنين ليجد نفسه واقفاً أمام أحد ملوك مصر، وبجواره عدد من القطع الأثرية التي يعبر كل منها عن فترة هامة في تاريخ الحضارة الفرعونية. وعلى بعد خطوات يصعد الزائر على الدرج العظيم ليتنقل عبر تراث مصر القديمة، ومن حوله كنوز فرعونية على كل درجة من تماثيل ملكية رائعة ولوحات وأعمدة وتوابيت، مما يعزز التجربة الغامرة. وفي نهاية الدرج العظيم الذي يعد أحد معجزات المتحف تكمن المفاجأة، حيث يستطيع الزائر رؤية أعجوبة الأهرامات من خلال حائط زجاجي وكأنها بفترينة داخل المتحف الجديد. وبعدها يتجه الزائرون إلى قاعات العرض الرئيسية، حيث عدد من القطع الأثرية بداية من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني، وذلك طبقاً لسيناريو عرض متحفي على أعلى مستوى يروي ثلاثة موضوعات رئيسية عن الحضارة المصرية القديمة، وهي الملكية والمجتمع والمعتقدات. عندها يستطيع الزائر محاكاة الواقع في رحلة إلى تاريخ الأجداد القدماء المصريين، بدءا من قصة دفن الموتى وتطورها وحفر بئر حتى إنشاء الأهرامات. كما تعرض بالمتحف لأول مرة كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون كاملة منذ اكتشاف مقبرته، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو. ويضم المتحف بين جنباته أيضاً أماكن خاصة بالأنشطة الثقافية والفعاليات، مثل متحف للأطفال وفعاليات تناسب ذوي الهمم، ومركز تعليمي وقاعات عرض مؤقتة وسينما ومركز للمؤتمرات، وكذلك العديد من المناطق التجارية بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات. منظومة ثقافية حضارية متكاملة، وليس متحفا لعرض الآثار فقط، تصميم عبقري وجاهزية على أعلى مستوى ليصبح بذلك المتحف واحدا من أكبر متاحف العالم.